بكل بساطة 7 ضد 7، الفريق اللي على اليسار واللي على اليمين راح تلعبون مباراة مكونة من 40 دقيقة، وشخص واحد منكم بتقييم الجمهور راح آخذه معاي بينكم إلى المكسيك. ونظام اللعب راح يكون على طريقة الكينجز ليج، أي بمعنى نظام لعب جديد راح تعرف النظام الآن وراح تعرفونه أنتو وتفهمونها، والمباراة جدا قصيرة. سنعود بعد قليل. يا جماعة والله إني مبسوط وما قاطعت المقطع إلا من كثر ماني سعيد أقول لكم الشيء اللي صار معي. أولاً حاجة هي خارج السلسلة هذه اللي هي سلسلة النادي، قبل فترة كلموني شركة ألعاب مرة معروفة وقالوا لي أحمد بنعطيك أكثر من 100 جملة و100 عبارة ونبيك تقولها بطريقتك وصوتك الخاص. فروحت أنا يا أحمد مسكت الكلمات وقريتها ورددتها بطريقتي وأسلوبي وخذتها هذه اللعبة وحطتها جوا، ومو أي لعبة، واحدة من أعظم الألعاب في مجرة الباتل رويال كامل. سبوني بقول اللي خبري خبركم ذيك. لا 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 لا، ببجي موبايل يا جماعة الآن مع اللحظة اللي تشوفني فيها أطلقت ببجي موبايل حزمة موجودة في الشوب. إذا خليت الحزمة راح يتغير نمط اللعب عندك وتصير تسمع الكول آوت داخل اللعبة. أنا أتكلم، توكلنا على الله. حدا من اليسار الله يقطع بنصه، تسمعني فجأة فاصل عليك قدامك واحد وان شوت، تسمع مني الكول أنا بصوتي الحقيقي. وراح نجربها إن شاء الله مع بعض في البث المباشر. عموماً ما راح أطول عليكم، أي واحد بيدخل ببجي روح للآيتم شوب بتحصل الحزمة صوتي موجودة فيها وأضفها عندك، وعليك بألف عافية، بتستمتع وصدقني يفرق معك اللعب. الكول عندي والإيم عندك. عدنا. قوانين جديدة، قواعد جديدة بسيطة وراح تعطي متعة للاعب وللمشاهد صدقوني، وراح تفهمون كل شيء لنا بعد المقطع بيوم. راح تكون سفرتنا على طول إلى المكسيك وبيكون شخص واحد بينكم أنتو، والأغلب مجهز من ناحية الجواز واموركم طيبة. واضح كل شيء؟ واضح. طيب نظام اللعبة يا إخواني بكل بساطة كالآتي: 7 ضد 7 يبدأ الجيم. الفريق البنفسجي الكابتن راح يختار لاعب وفريقكم راح يختار لاعب من غير الحارس. راح يكون كل لاعب عند المرمى الثاني وبكون بنصه معاي الكورة. بعد العد التنازلي ما ينتهي راح ينطلقون لاعبين من المرمى، واول لاعب ياخذ الكره يحاول يحافظ عليها. واضح؟ اذا خذيت الكره ممنوع تاخذها تتقدم، لازم تاخذها ترجع الى منطقتك. وراح تكون اول دقيقه 1v1 يعني لاعب ضد لاعب، الدقيقه الثانيه ينزل اللاعب الثاني، الدقيقه الثالثه ينزل اللاعب الثالث، الى الدقيقه الخامسه ينزل الفريق كامل. يعني عندك 5 دقائق تحاول تبني فريقك في ارضيه الملعب وتحط ببالك مين اللاعب اللي لياقته عاليه بنزله في البدايه. انا راح اكون حكم المباراه، راح اعدل بين الجميع. تغلط غلط أول راح أعطيك كرت أصفر معروف اللعب، غلط ثاني تأخذ أحمر، ولكن الأحمر هنا مختلف. نظام الأحمر يا جماعة اللي يجيه راح يطلع برا لمدة 2 دقيقة، كذا هي البطولة. حلوة ذي، يرجع بعد 2 دقيقة يعني يكسره ويريح. ولكن كل فريق في البطولة حتى في إسبانيا المدرب عنده 3 بطائق، الفريق البنفسجي عندك 3 بطائق والفريق الأصفر عندك 3 بطائق، وهذه البطائق قدامكم وطالع لك يا عزيزي المشاهد قدامك فوق الشرح، وعلى السريع بشرحها لك. في المباراة كاملة يستخدم واحدة من ذي الكروت عشوائيا وبالحظ تكون. الكرت الأول إما يكون بلنتي تستخدمه متى ما تبغى، الكرت الثاني بطاقة حمراء تعطيها لاعب من لاعبين الخصم اللي ضدك تطلع لمدة 2 دقيقة، الكرت الثالث اللي هو X2 واحد منكم يختار الكابتن راح يكون الجول حقه بجولين. واحد منكم. ولكن هذه تكون مرة واحدة في المباراة وأنتو حظك. وآخر شيء عندنا هو القانون البسيط، كل مباراة بيكون في نرد ظاهر أمامكم أحد اللقطات، في نرد يستخدم آخر 2 دقيقة من كل شوط. فكرة النرد إنه أجي أرميه رمية، الرقم اللي راح يوقف عليه النرد مثلاً 6 راح يكون عدد اللاعبين 6 ضد 6، لو فرضنا إنه وقف على 2 راح يكون عدد اللاعبين في آخر 2 2 ضد 2. واضح؟ والنرد يكون في آخر 2 من المقطع. واضحة؟ واعلم يقين يا عزيزي المشاهد ان يوم السبت القادم هو موعد اول مباراة، وبتنزل لكم مقاطع الان وبالفترة هذه، واحنا بالمكسيك بتشوفون فيها التشكيلة وقائمة اللاعبين والاسماء المشاركة ومين معنا ومين ضدنا والمقابلات ما قبل المباراة وايضا المباراة. المباراة راح تعرض في قناتي في كيك، رابطها بتحصلها تحت. واعيد واذكر يوم السبت القادم تاريخ 26 الساعة 10 الليل احتاج الجميع بدون استثناء يكون معنا موجود، لازم نآزر بكل ما اوتينا من قوة. وبإذن الله الأيام الجاية كل المقاطع بتكون على كينجز ليج، دعمكم مهم، لا تحرمونا من اللايك والاشتراك، وصلنا 14 مليون يا جماعة، ومن كثر الضغط والأشغال ما قدرنا نحتفل، فلا تحرمونا باللايك والاشتراك، نسمي بالله. بسم الله انزل. انزل. طيب، كابتن، اختاروا اللاعبين من غير الحارس اللي بتروحون. البنفسجي هناك، الأصفر هناك، يلا روحوا الجهة الثانية، كلكم روحوا هناك بعدين تفاهموا مع بعض. ثبت الموية سريع. شو بيصير بينزل يزيد، تمام؟ الشخص الثاني بينزل حارس. يصير يزيد يتناول مع الحارس، نتعبهم، ناخذ اللياقه منهم، تمام؟ الشخص الثالث بيكون انت. حلو. بعدين عبد الله، بعدين ابراهيم، بعدين انا اخر واحد بنزل. اوكي. تمام؟ تمام. عشان تهلكونهم.
الدقيقة الأولى خالد والحارس فقط، الدقيقة الثانية عبد الله بيكون معكم هناك راح يعطيكم خبر لخلص الدقيقة عشان يدخل الثاني. راح تبدأ المباراة الآن، قبلها بسوي لكم قرعة عشان تختارون الكروت. حاجة ورقة مقص، مين بيختار الأول؟ ممتاز. أوكي اختيار الأول عندك، اختار. لا تفتحها لا تفتحها، اختار افتحوا. ممتاز، عندك بلنتي، عندك دبل هدف على لاعب واحد، واضحة؟ وقت المباراة أي وقت تحتاجون تستخدمونه فيها، واضح؟ خالد نضال، كل واحد بيروح قوله مع الصفارة حقتي، تركضون للكورة، اللي ياخذ الكورة لا يقدم على المرمى الثاني، ارجع لمرماك ثم نقدم بعدها هو بنهاجم، تبي تسجل سجل، تبي تهدي تهدي، بعديه يدخل خويك، واضح؟ على مرماك على مرماك. بكل بساطة اليوم تفهمون طريقة اللعب، الكينجز ليج نفسها نفس كرة القدم طبيعي، واليوم راح تفهمون قوانينها وبتشوفون كمية المتعة اللي فيها، وراح نعطيكم التطبيق من الدقيقة الأولى لصافرة الحكم إلى آخر دقيقة ونهاية المباراة. وبيك تعلم عزيزي المشاهد أن أثناء ما تطالع المقطع إحنا بالطيارة عندنا رحلة مدتها 24 ساعة، رايحين نقابل الفريق والمدرب واللاعبين بدولة المكسيك. يوم الأحد القادم هو يوم المباراة الأولى، والوضع ما في مزح، راح ينزل لكم مقطع قبل المباراة تتعرفون على اللاعبين والتشكيلة والمدرب ومن أرض المكسيك. ولكن ودي أطلب طلب بسيط، راح يشتغل لك الآن تايمر 3 ثواني فقط، انزل تحت عطنا لايك وتأكد أنك مشترك، خلونا نحتفل بالكأس وبال 15 مليون بإذن الله بالمكسيك. يشتغل التايمر، مشاهدة ممتعة. أول ما أصفر راح تنطلقون وراح تبدأ المباراة. خالد يا سلام عليك، ذكي خالد ذكي خالد، يلا عدي روح، ايزي ايزي ايزي، ما عليك، على الهادي على الهادي، مفصل يروح مفصل، ايه مفصل مفصل، وحش يا خالد وحش، يلا نضال عدي ايزي، يا سلام، ما عنده شيء ما عنده شيء ما عنده شيء ما عنده شيء، يا ابو سواحل حلوه يا ابو سواحل، حلو المقص هذا والله ميشيل، اوكي اوكي عليك، ما شاء الله يا نضال ما شاء الله، هادي هادي نضال هادي، باقي 30 ثانية تقريبا على اللاعب الثاني، حلو حلو مخلود، العب هادي نضال هادي هادي نضال، لا تسوي براحتك، هادي وحش وحش يا مخلود وحش، هادي عرض، يلا ميشيل ميشيل، جو 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 جو، دخل اللاعب الثاني نضال باص، والله حلوة والله، ما يروح يزيد، ايوه مناصر، ايوه حكم برا حكم، العب حكم، حلو يزيد عليكم الان، لاعبين ضد لاعبين، ها بعد دقيقه يجي الثالث، يلا هادي 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 رايد رايد، بس بس ايوه، هي هي روح، يلا يلا مفروض لك لك يا خالد لك يا خالد لك يا خالد، الله يا عمري يا حارس، بس قدم معي يزيد، جاك 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 خاوي خاوي، ايوه ايوه يزيد، حكم، لا 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 حكم، شو هذا حكم، والله كت كت والله كت كت، حكم اصفر والله كت، قولك اطلع، فاول صريح وواضح، فاول صريح وواضح، ما في كت ما في كت ما في كت، احمد ما في كت، احمد انفراد، اللاعب الثالث كم بقاله؟ يمين، غير الكوره، عيال يمين عيال واضح، معكم ثلاثة، معك خويك خويك معك، يا عمري يلا يا حارس حارس، باص باص باص، هنا وين لك هنا، حقين جرام ذكي، يلا خالد ريح خالد ريح خالد، العب مع اخوياك، طرف طرف، يزيد يزيد يزيد، اقرب هنا، لا تروح قدامي، خالد خالد خليك ورا خالد، هادي هادي هادي، بالهداوة 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 خالد، العب دقيقة، ابصر ابصر ابصر، شو يحكي ابصر، يا عيني يزيد، هذا مصاب يا عيال، هذا مصاب، حلو 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 حلو، اوت، 2-1 جو، يلا 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 يلا، اللاعبين الباقيين تعالوا، لازم اسوي ضغط مع الصفيرة، يدك 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 يدك، يلا يا شيخ، خطك خطك خطك، يا عيني يا عزام يا شيخ، والله متوفق يا شيخ، هذا قاري هنا رجال، هنا قاري ورده، هنا عند الوحش، هنا عند الوحش انحول، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، ايه حكم حكم، العب العب العب، اصابه ما في اصابه، العب حلوه، ايوه
صفر. حكم شكرا يا سيف، قاعد اشوفه برا والله، انا قاعد اوجهك طيب كيف يلعب يا اخي. 1-0. يلا 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 بس. ايه ها جاك. يا شيخ تحرك يا شيخ. خلاص قدامي بول. لا لا شو اللي كاو 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 كاو. يا سلام. ها خلاص خلاص ابو بدر وراك وراك. نايف نايف. تعبت. طب والله تعبت. حلوة يا خالد. هدف يا عمري يا خالد. ابو خلود ابو جون ابو خلود. نفسها نفسها جول دي ولا لا؟ فار. لا تركض لا تركض لا تركض لا تركض. ملك في نهاية الجيم. ايوه ايوه. وقف وقف وقف. استخدم كرت البلنتي الان، بعد ما يخلص البلنتي تنزلون على طول. استخدم الكابتن عندكم كرت البلنتي، عندك ركله بلنتي الان راح تبدا من نص الملعب، تقدم الين هنا وتشوت، واضح؟ بلنتي طبيعي، اول ما ينتهي البلنتي يدخلون اللاعبين يستكمل المباراه على طول. جاهز حارس؟ يا عيني يا وحش. العب. لا شوت لا شوت لا شوت لا شوت. معنا معنا خليك ورا خليك ورا خليك ورا. العب ورا يا سلام. العب شيخي شيخي شيخي. تكفى يا صغير. فارس يا عمري يا ابو سواحل. يا الهادي يا واحد يا واحد. يا ضرني نزل عينك تحت. نزل عينك. اسحبوا علي مع الصفيره مع الصفيره. راسك طيب. ايه راسك. ايه راسك. ايه مرمى. والله اني خايف. العزه. شوف خالد شوف خالد شوف خالد. شباب حد حد الرجال حد الرجال. حلوه 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 حلوه. اقدم راح كره نبدي الحارس. بقدم يا عيال بقدم فين اللياقه الحين. تبديل حراسه تبديل حراسه. تمام نضل. ايه ايه ها ها اتس ورك تبوا يلعبوني معاكم السالفه يا عيال لعبوني معكم. نرد بسم الله. 4-4 يلا 4-4 هنا هنا تمام. الدز وانتم اطلعوا بعدها معه. اسرع لاعب. ها ما حد يمسك. بدفك. ها بدفك. ركض قبل. اوت لكم ابو سويحل. ايه ايه ارجع زيد خليك ورا. يا سلام. فاشل. ها خل خل عندك. يا سلام. كرد يا حجر. اقول لك لا اعطيك كرد. بص مو منطقي اللي قاعد يصير. حكم اعطيه احمر عشان طبعا انا اصفر. طيب انا من ما ترفع صوتك على الحكم. ما ترفع صوتك على الحكم. ما ترفع صوتك على الحكم. اقسم بالله المره الجايه يجيك احمر ورب الكعبة. ها فخلاص ما في مجال للمناقشه. لا 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 انت جالس. انا 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 موضوعي مو مع موضوع الفاول مع موضوعي مع الصياح هذا. لا لا ما هذا هذا يصيح على مرتب. امسحب وجهي. علي لا ما يصيح علي. لا والله امسحب. الكرت موجود. الكرت موجود. الكرت حكم. الكرت موجود. اضرب. قاعد يضرب. ارجعوا كلكم. قاعد يضرب. احد يكلمني الان بتناقش مع الفار. ارجع ارجع ارجع. شوف اللاعب. طيب فار. اسامه عسيري احمر. اطلع برا دقيقتين. اطلع برا دقيقتين. اطلع برا دقيقتين. لا احد يناقشني. الوقت كله محسوب عليكم. الفاول راح يلعب الان.
جلوري لا تطولها يا جلوري، عليه كرت اصفر واحد وهذا عليه اسامه عليه احمر. داف داف ابراهيم متعمد. تفضل تفضل ابراهيم من اول قاعد يدفع فينا. صحيح الدف اللي سواها الان دف عمد، دف عمد مو دف لعب. العب الفاول الاخير. حكم حكم العب عينك هنا يا حكم. امسك الشوط الاول انتهي. اسامه الشوط الثاني يدخل. يلا الافرقه خط المرمى مع الصفاره. هذا ابتدي وليه هذا يركض؟ طب ما شاف ان اخوي ولي صغير. هدف. سرع لعب سرع لعب عندك هجمه. كيف ايجل ايجل هادي هادي المال هادي طياها والله. ايوه ايوه احمد خليهم يلعبون. احمد عطى المال ابحطه. هادي 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 العب. لين اكتمل لين اكتمل. هدي يا حبيبي هدي. افتح مساحه ابراهيم مساحه. عطى ابراهيم الحاله حلوه. هدي بعد حارس. هذا حلو. قدم ضعيف هو النجمة واحدة. تحرك شوي رجلك وسخة يا رجل. ابصر شو هذا. اذا دخلت بدل الحارس. العب. عادي شيخ كان تبغى تلعب. يا سلام بالمخ طالع معاه. والليل يا كبرك ما شاء الله. يلا يلا جينا يا عيال ابشروا بالفزعه. الله يا جلوري بعطيك اصفر بس حرز. جلوري اقسم بالله بعطيك اصفر. ايش يعني رجوز هذا ابو سعد؟ يا العيال هذا ما شفته والله. ابو سعد وحش. حلوه حلوه حلوه. ما فيها شيء والله. حكم حرام عليه يا حكم. حزم حزم بنبدل والله. كوره حكم يا حكم يا حكم والله غير غير يعدمك في جراند ان شاء الله. والله كوره خرب بيت الحفل. اقسم بالله والله كوره والله التحكيم تعبان. حكم ايه حكم قدام الكاميرا قاعد يضرب. والله شدك شايف. حكم حكم شخصيه. حلو حلو بس انت بسيارتك. حكم حكم تبدي الحارس ها؟ ايوه ايوه ابو سعد تعال. ليه؟ تعال نسولك الطيب سعد. تعال بسرعه بسرعه. ايش قلت؟ سيارتي ايش فيها؟ لا 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 قلت الله يعطيك خير. حكم حكم الله يعطيك خير. الله يعطيك خير ويكفيك شرها. خلاص حكم 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 احمر. حكم 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 طاري غير الكوره. هو هددني الان. لا 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 والعيادهم. لا 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 حكم حكم حكم. بروّل هذا لك. ابشر والله هنا هنا على خشمي. استناني العب يا عيال. هنا عم خالد وعيال انا. يا سلام يا ولد الهجمة. هاي امي تعال تكفون. بس اتحرك من هنا. تحرك من هنا كورة. العب. ها بس معك ابو خليل. باقي كرت عند الفريق ذا ما استخدموه الى الان وباقي نرد قريب اخر دقيقتين. 2-2 الان. العب. خل طب خليك انا لسه رايح. العب العب عادي بدي معك. انا في لياقه حاليا. ها يا عيال انت وانت حلوه. خالد شوف 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 شوف. اه برا 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 برا. يا حكم والله زودها يا حكم. غلط. تعال غلط. طيب احمر والله غلط يا حكم. اصفر. كوره كوره. ايش ذا؟ هدي لازم. تعال 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 ابو سويحل. انت تفلت تفل 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 علي تفل علي يا حكم. سب امك. لا تمسكني لا تمسكني. اذا ترضى تتفل على الناس في ناس بتربيها يا اخي. الله العظيم
نصيحة بعطيك كرت احمد الحين نمثل الوطن هذا يتفل لو سمحت لو سمحت سلامات هو يا عيال لو سمحت ابو سويحل فقط قلت ابو سويحل فقط لو سمحت يلا الكرت الاصفر الاول كان بسبب الحركه اللي سويتها بالكوره الكرت الاصفر الثاني بسبب ايوه ايوه الحكم شخصيه يلا تبي الكرت تستخدم الان حكمت الحلوه عليك تم الكرت الثاني راح يستخدم كرت الفريق الاصفر الثاني راح يستخدم الاخير الهدف بهدفين للزهراني الهدف بهدفين خمس دقائق عندي ظل تعال العب نضال نضال قلت لك انا العب معك صغيرون يا صغيرون يا صغيرون اوي عجلين حكم ابو بدر عطني والله مفاول والله لا عطني هذه مفاول والله لا 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 نمسك الجو نمسك الجو نمسك الجو ونهدي ابراهيم تعال شلون اصفر طيب ذيك؟ انت معهم من البدايه قل اخذ واحد منهم من المكسيك خلصنا يا اخي هذه احمر ذيك ضرب والله ماسك والله هذه احمر ذيك والله حكم ايوه 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 ضربه ما ديدك عليه كان ما في حكم من برا اطلع برا دقيقتين ديدك عليه بعطيك اربع دقائق اطلع برا ايه برا ايه والله نجيب له عصابه من المكسيك قاول سريع الان قم يلا قم العب دبل جول الفريق الاصفر 4-2 هدف هدفين هدف زعتك 4-2 نرد اخر دقيقتين بالمباراه النرد اخر دقيقتين بالمباراه وش ذي يا رب العب 6 ضد 6 نفس الفريق نفس التشكيله العب اخر دقيقتين في المباراه نضال نضال شويش نضال باص عمري ايه اوه عيني يلا يا عيال يلا يا عيال ايوه 4-3 4 يلا نضل العب لا 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 بدر ابادر قدام العب على خطك حبيبي غالي ثاني يا اخي يا اخي يا عيني العب حكم والله بيموت بدر ركض قدام لا تكفي حكم مضاد اي شيء حكم اصفر ليه اصفرين عندك اطلع برا ليه يلعن ما اعطيني اصفر والله عندك اصفرين والله ما اعطيني اصفر اصفرين اطلع برا اطلع برا اخر هجمه في المباراه اخر هجمه في المباراه طلعت غير صحيح لا هذا اصفر ثاني الان هذا اصفر باص ايه بس كمل والله ما فيها شيء ظهر العب 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 مع الصفاره يلا لا ابغى الكره تطلع برا خل الكره تطلع برا جلوري في فار تكفى احمد ممتاز في فار يا شيخ اذا طلع بلنتي راح يلغي الجول راح يلغي الجول في حال انه طلع بلنتي قاعد اراجع الفار لو سمحت قاعد اراجع الفار لا والله روح لو رجلي طويله شوي كان لقطها على طول ابو صالح فرودي بالله قحطان يا اخي ايش تبي انت؟ علي بيها هدي يا اخي ايش تبي؟ بعد مراجعه الفار يلغى الهدف وبلنتي ركله جزاء برا ابو فارس طيب ترى الان 4-3 لكم 4-3 لكم اذا جابها تعادل اذا جبتها اذا سجلت انت المباراه اطلع برا العب نضيع
اطلع له شوف 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 يا سلام كمل يا ناي انت المباراة الله علي بليه القم يا شيخ القم والله انت ولا واحد القم يا احمد احمد القم كم ما انصفت ما انصفت عادي ها خلو يلا احمر يلا وقلك شيء وانا معكم مكسيك يلا يلا اطلع برا والله العظيم ما تستاهل انت يا معفر كل كرت وانت اقسم بالله ما تستاهل ليه علمت الف مبروك الفريق الفايز هذا التذاكر 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 حكم سيء اسوء حكم في العالم ما صارت بنت دقيقه ايش هذا يا دوك ناقل يا دوك احمر يلا احمر يلا طيب رب الكعبه ما حد يروح فيكم يلا والله ما حد يروح فيكم استغفر الله العظيم الغينا التصويت يا جماعه ولا في ابن امه فيكم بيروح شو عليكم على حكم منكم المعفنين لا ابوكم يا دد الزمه انت حرك يا شيخ يا شيخ حرك يا شيخ لا ابوكم ومجمعكم اتمنى يا جماعه انكم فهمتوا فكره المباريات واللعبه هذه كيف وممتعه جدا وتخيلوها لو مع ناس صدق تلعب في تاريخ 26 الجاي يوم الاحد الجاي اي بعد اسبوع من الان اول مباراه بتكون الساعه 10 وبينزل لكم مقطع ان شاء الله قبل المباراه اذكركم فيه بنحتاج دعمكم بنحتاج تعزيزكم لا تحرمونا من لايك والاشتراك اما بخصوص مين الشخص اللي بيروح وبالتصويت وما تصويت ابلغي التصويت ما يستمع على الذين هذولي بناخذ ناس معينه بتشوفونه في المقطع الجاي عشان ما اطل عليكم بنختصر لكم الزبده وبتجيكم بمحتوى يليق فيكم لا تحرمونا من لايك والاشتراك كان معكم حكم المباراه عبد القحطاني اس تي اكس بي شكرا لكم ونراكم في المقطع الجاي خلكم جاهزين وفانا البطوله سلام عليكم.